برا الوسط وايد وناس وايد تحبك وتحترمك، بس انا عندي سؤال هني كاتبين الشباب مثير للجدل، يعني شعبوله مثير للجدل، هم ليش كتبوا لك كذي؟ تعرف ليش؟ لان شعبوله على الصعيد الشخصي والصعيد اللي لما تكون في الفني في المسرح والمسلسل تطلع كوميدي، لكن في الانستغرام مثير للجدل، كله معصب، كله نقزات، كله سالفه في الانستغرام. انت يضحك يضحك انا متابعك، قول ايش فيك؟ شوف الفن رساله زين، واحنا كفنانين يعني نؤدي رساله زين. اذا ما كنت انا فيها نصوح اصبح اضحك امسي اقول هم، في ناس تقول لي انت ليش تتكلم كذي بهالحده، ليش تتدخل في امور ما تعنيك؟ لا يا جماعه الخير، انا اعيش على سطح الارض، انا اعيش في دوله الكويت صح، فكل شيء في حذافيره الا الذات الاميريه انا ما تتدخل فيها صح، كل شيء يعنيني في الدوله دامني انا واحد من المجتمع وانا واحد من المساهمين وانا منهم وفيهم، فيجب ان ادافع عن اقل شيء، لان عندي عيالي بظهري باكر بيقولون يبا ما دافعت عنه، يبا ما حطيت لنا ما سويت لنا، ابوي الله يرحمه امي الله يرحمها سووا لنا وحاولوا على قد الامكانيات، فاحنا امكانياتنا حاليا اكثر، فليش ما نجتهد عشان عيالنا؟ انا اشهد. بعدين في ناس تطالع فيك بيرق امل، يعني ليش انت لما تكسر نفسك تكسرهم؟ يعني لما يجي خبر مو حلو عن وفاة سين من الناس او اشاعة، الله يبعد الناس عن هالاشياء، وايد تلقاهم ينكسرون، احنا نفسنا يضيق خلقنا، احنا بس مؤمنين في شيء اسمه هذا القضاء والقدر من رب العالمين، بس في ناس ما تصدق لانه قبل شوي كان معاي شلون كذي؟ اي صح ما يصدق القضاء والقدر.